حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف ونبدأ بأهم العناوين. في المدى تقرير أمريكي، واشنطن مستعدة لبقاء قواتها في العراق مدة أطول. نقرأ في الزمان، دعوات إلى إنهاء مآسي النازحين الباحثين عن دفء وسط انهمار الثلوج. في العربي الجديد، إغراق السوق العراقية، صعود الاستيراد بعد هبوط الليرة التركية. نقرأ في بوليتيكو، أمر تنفيذي غير موقع من ترامب طلب من البنتاغون مصادرة أجهزة اقتراع. وفي القدس العربي، وزير الخارجية العراقي، عادة نحو 4000 مهاجر من أوروبا. لوفيغارو تتحدث في افتتاحياتها عن الفخ في جمهورية مالي. وفورين بوليسي، خامنئي ورئيسي نسيا سر طول عمر الجمهورية الإسلامية ويقودانها إلى النهاية. جيوش الثلوج تجتاح وتغزو مخيمات سنجار. في رسالة استغاثة النازحين في صحيفة الزمان، نشرت مقالا جاء فيه: نحن شعب عجن بالغيرة والنخوة عجنا حتى أصبحنا مزيجا واحدا. هم أخوتنا، لم يؤذوا أحدا، هم أناس مسلمين عاشوا معنا الحياة بحلوها ومرها، وهم ليسوا بداعش، ولم يشهد تاريخهم الممتد لآلاف السنين كقومية وديانة أن قاموا بأي عمل غير إنساني، بل كانوا نعم الأخوة لنا في الشدائد والملمات. فلما الصمت؟ لم نقبل أن يصاب بالأذى والضرر من كان يعيش في أرض دفن فيها الأنبياء والأئمة والصالحون. أين إسلامنا؟ جيوش الثلوج تجتاح وتغزو مخيمات سنجار، فهل هنالك من يحمل ضميرا إنسانيا ليقف بجانبهم ويأخذ بيدهم ليجتازوا الأزمة دون أن يتعرض الأطفال والشيوخ والنساء للموت من قساوة البرد؟ هل من ناصر ينصرهم؟ هل من موحد يؤمن بالله واليوم الآخر وداخل قلبه تسكن خشية الله أن ينهض ويساعدهم؟ هل من محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجو شفاعته يوم القيامة فيمد يد العون إليهم؟ هل من شريف يملك ذرة إنسانية وهو صاحب قرار أو سلطة ويحركه ضميره الإنساني حبا في الله لأبناء بلده ليقوم بإيوائهم في قصور الشعب التي شيدت لهذا السبب وأمثاله، وليس لسكن المسؤولين وعقد المؤتمرات؟ ألا يوجد رجل دين يعرف الله ويخشاه في نفسه وعياله فيأمر بإسكانهم داخل المجمعات ومدن الزائرين وإيوائهم إلى حين مرور الأزمة؟ أليس لدينا كل طرق المساعدة لهم؟ الفنادق يمكننا إسكانهم فيها، والكل يتعاون بدفع الأجور لمالكيها الذين لن يكونوا أقل إنسانية من غيرهم، وسيسقط جزءا من الأجور، وأنا متأكدة من غيرتهم وإنسانيتهم. مدن الزائرين فارغة ومجهزة بكل وسائل الراحة، أليس أبناء بلدنا أولى بسكنها بدلاً من بقائها خاوية تنتظر زائراً يمكن استضافته في بيوت العراقيين المفتوحة للقاصي والداني؟ وأضاف الكاتب: البيوت والعمارات السكنية الفارغة يمكن أيضاً استغلالها لإيوائهم. أليس كلامي بصحيح؟ يقول الكاتب: فبدلاً من الاستغاثة بالأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، وهذا معيب بحقنا نحن العراقيين، للاستجداء من هنا وهناك والتصوير والنشر في كل وسائل الإعلام، تمخض الجبل وأنجب فأراً. نعم، النتيجة سلة مساعدة، معجون وفرشة أسنان وبعض المعلبات.
الكاتب حسين صالح السبعاوي قال: دأبت الدول المحتلة على تفتيت الدول التي تقع ضمن سيطرتها لكي لا تكون هناك وحدة وطنية أو مشروع وطني يقوم بمواجهتها مثل الفرانكفونية وهم حلفاء فرنسا في المغرب العربي، ومثل حلفاء بريطانيا في الهند وحلفاء روسيا في أوكرانيا، وكذلك أمريكا واحدة من هذه الدول التي اعتمدت على حلفاء من داخل الدول التي احتلتها لتطبيق سياسة فرق تسد. والعراق هنا، العراق خير مثال على هذا، لا سيما أن العراق بلد متعدد المكونات والأعراق والمذاهب، حتى قيل عنه إنه عالم مصغر لكثرة ما فيه من مذاهب وقوميات. لذلك من المستحيل أن تنجح الولايات المتحدة في تنفيذ أجندتها في العراق إلا بوجود أدوات تنفيذية له. وما كان يسمى بالمعارضة العراقية سابقا كانت أفضل أدوات المشروع الأمريكي لاحتلال العراق وتفتيت شعبه. التأسيس لعملية سياسية مبنية على أسس طائفية فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على العراق من خلال تقسيم المجتمع إلى ثلاث مكونات يتقاسم ممثلوها المواقع السيادية والوزارات وجميع الدرجات الخاصة. وبسبب هذا التقسيم غابت الكفاءات الوطنية، فظهر الفساد والهرج والمرج في إدارة الدولة. لإيران دور بارز أيضا في تفتيت المجتمع من خلال دعم حلفائها وتسليحهم وتمكينهم من رقاب مخالفيهم بغض النظر عن طائفتهم. تفتيت الأسرة العراقية، إذ كانت الأسرة متماسكة يحترم كبيرهم ويعطف على صغيرهم، أما اليوم وبسبب انتشار المخدرات أصبحت الأسرة مفككة، وأحيانا ترتكب الجرائم داخل الأسرة الواحدة، فتجد الولد يهين أباه وبعضهم قتل أباه، والأب يقتل زوجته والزوجته تترك الزوج والأطفال. وهكذا بدأت الأسرة تفقد كل روابطها العائلية من تراحم وعاطفة وحنان، فلا يهتم بعضهم بشأن بعض، وكل هذا بسبب المخدرات والتربية السيئة للأولاد. وما كانت الأسرة العراقية تعرف شيئا عن هذه السموم الفتاكة إلا بعد مجيء الاحتلال الأمريكي والإيراني وتسليط أدواتهم على المجتمع. أضاف الكاتب أن الاحتلال الأمريكي والإيراني وأدواتهما قد أفسدوا الدولة والمجتمع والقبيلة والأسرة، حتى بدت رائحة الفساد تسكم النفوس وتهدد كيان الدولة. وكل هذا وهم يدعون أنهم أحزاب إسلامية تنتمي لآل البيت الكرام، لم يبقوا وسيلة للفساد إلا واستخدموها من أجل ديمومة الهيمنة الأمريكية والإيرانية على العراق ومن أجل بقائهم في السلطة. يحاربون كل حركة إصلاحية تريد إصلاح المجتمع وإعادته إلى سابق عهده، يحمل القيم والأخلاق ويرفض الظلم والهيمنة على مقدرات الدولة. المتتبع للأخبار مع رفض الأحزاب وميليشياتها نتائج الانتخابات يجد بالدليل القاطع أنه لا توجد ديمقراطية أصلا في العراق، ولا يوجد احترام للدستور ولا ديمقراطية. إذن عن الديمقراطية الزائفة في عراق الميليشيات كتب سلام المهندس مقالا في موقع كتابات، فلنستمع إلى جزء منه. سبق وأن قلنا الانتخابات العراقية تحت سلطة فوهة سلاح الميليشيات، وحتى فوز التيار الصدري لا يخفى على الجميع، يملك أكبر ميليشيا مسلحة. ولو جئنا من الناحية القانونية تعتبر الانتخابات رغم نزاهتها نوعا ما باطلة، وقانونيا لا يحق لأي حزب أو تيار يملك ميليشيا مسلحة دخول الانتخابات لكونه سيؤثر على العملية الديمقراطية. سبق أن تحججت الميليشيات بأنها قوة نظامية بعدما تم تشريع قانون في البرلمان بأنها قوة مسلحة تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. إذن كيف تخوض غمار الانتخابات ويمنع القانون الجيش العراقي بخوض غمار الانتخابات؟ العدالة العراقية عمياء وعرجاء متهدمة الأطراف، ولا يوجد لها سقف يحمي العراق والعراقيين من ظلم هذه الحكومة وميليشياتها التي تتعامل مع العراق كولاية تابعة لحكومة إيران، والشعب أسير تحت هذه الوصاية.
والطامة الكبرى بمباركة الدول العظمى المتحكمة بمقدرات العراقيين، وكأنها تهدف إلى تمزيق العراق والعراقيين. نسبة الناخبين المتدنية الذي تقدر بعدد 9 ملايين عراقي من أصل 25 مليون يحق لهم التصويت، يعني تقريبا 16 مليون عراقي رافض لهذه الحكومة الفاسدة، وهذا العدد يعد كاف لإسقاط شرعية الحكومة والمافيات وكل ميليشياتها. ومظاهرات ميليشيا الحشد وتهديدهم يبين للجميع ويكشف عورات السياسيين عن جرائمهم باحتلال العراق وبيعه والمساومة على تأريخ حضاري عريق وبيعه لحكومة ولي الفقيه، ويعتبروها الحامي الشرعي للعراق وشعبه. أضاف الكاتب: نحتاج إلى ثورة فكرية معتدلة وخطاب السلام لزرعه في نفوس الأجيال القادمة بعدما هدمه القادمون من خارج حدود وطننا، غايتهم التدمير وهدم كل مقومات الحياة والإنسانية. عن القانون الدولي والحق الفلسطيني كتب منير شفيق: تشكل تيار فلسطيني داخل منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها ذهب إلى حد المساومة مع الكيان الصهيوني والاستعداد للاعتراف بشرعية دولته ووجوده على أراض فلسطينية تصل إلى 80% من فلسطين، وذلك مقابل دولة أو دويلة على الباقي. تحتاج هذه الدويلة مجردة من السيادة، تحتاج هذه الظاهرة التي عبرت عنها اتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقات إلى تفسير وتحليل، لأن هذا التيار فرط بمنطلقات فتح ومبادئ الميثاقين عام 1964 وعام 1968 باعترافه بالكيان الصهيوني وبوجود سكانه الصهاينة المستوطنين غير الشرعيين، لأن فلسطين كلها حق حصري للشعب الفلسطيني. بيد أن ثمة بعداً في القضية الفلسطينية يجب أن يدركه العاملون في الحقل السياسي الفلسطيني، وهو المتعلق بإقامة الكيان الصهيوني بصورة غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي، وهو مستند قانوني دولي لا تؤثر فيه موازين قوى مهما كانت مضادة، وبغض النظر عما يمكن أن يحظى به الكيان الصهيوني من اعترافات دبلوماسية دولية، فالقانون الدولي في تقرير الشرعية يعلو عليها جميعاً. القانون الدولي يعتبر أن صاحب الحق الحصري في تقرير مصير فلسطين هو الشعب الفلسطيني الذي كان يسكن البلاد عندما احتلها الاستعمار وأصبحت من جملة المستعمرات في العالم، وبهذا يكون الشعب العربي الفلسطيني من مسلمين ومسيحيين هو صاحب ذلك الحق. هذا ويعتبر القانون الدولي أن كل ما يقوم به الاستعمار أثناء حكمه للبلد المستعمر من تغيير جغرافي أو ديموغرافي هو غير شرعي، ويجب أن يعود البلد إلى وضعه السابق. ولهذا أخطأت هيئة الأمم المتحدة بإصدارها قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947، لأنها لا تملك حق تقسيم أي بلد إلى دولتين وتقرير مصيره أو الاعتراف بما أحدثه الاستعمار من تغيير سكاني، وهذا ما يؤكده ميثاق هيئة الأمم أيضا. ومن ثم فإن هيئة الأمم غير قادرة وغير مؤهلة قانونا لإعطاء شرعية لتقسيم فلسطين أو إقامة كيان يهودي استيطاني فيها، وبغض النظر عن الحجم الذي اقتطعته منها. أضاف الكاتب: يجب عدم القبول بمصطلح المجتمع الدولي أو إعطائه صفة الشرعية لقرارته، لأنه يمثل اغتصاباً وعدواناً على شعوب العالم ودوله، الأمر الذي ينطبق على الاعتراف الدبلوماسي بدولة إسرائيل بحسب الكاتب. النظام الإيراني واجه أزمة من الداخل والنووي لن ينقذه، بقلم بلال ياسين. فقد نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا للخبير في الشؤون الإيرانية بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ريد تاكي، ذكر فيها أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد أشهر من تقلده السلطة بات يواجه مأزقا حقيقيا في الداخل الإيراني.
وذكر أنه في تقرير له أنه رغم تركيز التعليقات على الجمود في الملف النووي، لكن الرئيس يواجه انشقاقات النخبة واحتجاجات جماهيرية في أنحاء البلاد. تعرض الاقتصاد لضربات نتيجة لمجموعة من العوامل، منها سوء الإدارة والعقوبات والوباء، وتصل نسبة التضخم إلى حوالي 40%، وفقدت العملة الإيرانية قيمتها. وتعهد رئيسي بنمو اقتصادي بنسبة 8% وخلق مليوني فرصة عمل تقريبا خلال العامين المقبلين. طموحات رئيسي خيالية، لأن الاقتصاد الإيراني لا يمكن إنعاشه بدون تخفيف العقوبات، فعندما ينهار جدار العقوبات فستتمكن إيران من زيادة مستويات تصدير النفط واستعادة الأموال المجمدة في البنوك الأجنبية. وعلق الكاتب على فكرة التجارة مع الصين وأنها ستحافظ على حياة 85 مليون نسمة بأنها تفكير قاصر، كما أن بيع نصف مليون برميل نفط يوميا إلى الصين وبأسعار مخفضة لا يمكن اعتبارها خطة اقتصادية حكيمة. ويقوم المسؤولون الإيرانيون بالحديث عن صفقة 25 عاما مع الصين، لكن الاستثمارات الصينية لم تتحقق بعد، لأن بكين مترددة بضخ المليارات لدعم مشاريع البنى التحتية في إيران التي تتعرض للعقوبات. ويقول تاكي إن الانطباع حول استقرار النظام غير صحيح، فإيران هي أرض التظاهرات والاضطرابات. وانضم في السنوات الماضية أبناء الطبقة العاملة الذين كانوا يشكلون عماد الثورة إلى بقية قطاعات المجتمع الإيراني لمعارضة النظام، ونال رئيسي في فترته القصيرة من الحكم حصته من التشنجات. أضاف الكاتب: باتت الجماهير تفهم أن النظام غير قادر على إصلاح نفسه لأن سياساته جامدة وقادته ليس لديهم قدرة على التنازل. قد نجا النظام من كل هذا ليس بسبب قمع الأمن وحسب، ولكن لأن التظاهرات تلاشت في النهاية، فغياب الجانب التنظيمي فيها أعطى النظام اليد العليا، ومن الممكن خروج قادة لها لو استمر حركها. تحت عنوان الفخ في جمهورية مالي، ذكر الصحيفة لو فيغارو الفرنسية في افتتاحية عددها لهذا السبت أن الأمور لم تعد تسير على ما يرام بالنسبة لفرنسا في جمهورية مالي. تجد باريس نفسها في موقف شاذ يتمثل في دفاعها عن بلد لا يريد مساعدتها، ويعقد عليها الأمور في كل فرصة ويثير الغضب الشعبي عليها. إن المجلس العسكري الذي أتى عقب الانقلاب في باماكو قبل عامين يرفض إعادة السلطة إلى المدنيين في أجل قريب، وعقد اتفاق مع المرتزقة الروس من مجموعة فانغر الذين يسعون لاحتكار المنافسة. وتواجه مالي عقوبات اقتصادية ودبلوماسية من جيرانها الذين تتهم باريس بتحريكهم. ومضت الصحيفة إلى القول إن تدخل فرنسا في مالي قبل 9 سنوات لم يكن من باب الكرم المطلق تجاه بلد كان في خطر الوقوع في أيدي القاعدة، بل إن هذا التدخل كان ثمرة لتحليل مصالحها ومصالح كل أوروبا. تجنب قيام خلافة ثانية تتشكل على جانبها الجنوبي في مساحة الساحل الشاسعة، وهذا الرهان لم يختفي بعد. قامت القوات الفرنسية بدعم من فرقة أوروبية تتزايد قوتها منذ عامين، قوة تاكوبا، بضرب الجماعات الجهادية بشدة، مما أدى إلى القضاء على العديد من قادتها. لكن لا بد من الإشارة إلى أن تهديد الجماعات الإسلامية المتطرفة لم يتراجع في المنطقة، بل يمتد على العكس نحو الجنوب حتى كوت ديفوار، ساحل العاج وبنين. وعد صحيفة لو فيغارو في افتتاحيتها أن هذا الاختبار الطويل لفرنسا لم ينتهي بانتصار عسكري، وإنما بهزيمة سياسية. استسلم الشركاء الأوروبيون الذين احتشدوا بصعوبة كبيرة من أجل هذه القضية النبيلة بشكل تدريجي. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، شارك عشرات من الفلسطينيين صباح السبت في رياضة السباحة في بحر مدينة غزة وسط أجواء البرد الشديد.
تأتي ممارسة السباحة ضمن فعالية دعا إليها تجمع يطلق على نفسه اسم عشاق السباحة وهواتها في غزة، الذي يضم فلسطينيين من فئات عمرية مختلفة، بعضهم تجاوز 70 عاما. وقال محمد مهرة البالغ من العمر 40 عاما وهو المتحدث باسم التجمع، قال إن هذا الفريق من هواة السباحة والمنقذين موجودون يوميا تقريبا على شاطئ بحر غزة في فصل الشتاء. وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول، بدأ هذا التجمع بشخص واحد وبلغ عددهم اليوم 150 شخصا. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نبقى مع مجموعة مختارة وقفة قصيرة مع الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذنه تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.